Allô? Alors, prête? Malkaïda, tout se passe bien? Oui, ça va. Bekhir. Rien n'a ramer, خلاص. Mais non, j'ai compris. T'inquiète pas. Kulchi ghadi douz mziyan, ma tirif balk walu. Ghir ya haja wahda, s'il te plaît. Sois toi-même. Simple. Ok? Moi, maintenant, je dois raccrocher. Ça n'a pas de naïf. Courage! صار من عام وانا خدام معاه، وانت اللي كيعطيك البرفوار تواري، انت يلاه بادي. طلق مني يا بوس. انا عارفه ما عندوش مع الدراري. طلق مني يا بوس، راه وعدتني في قرجوتي. باك ما كتبغيش اللي يقول لها المعوقه، هي معوقه وانت مريوه. دابا نشوف هذاك الروند اش غيدير من غير يلقى السيراج ناقص. لبدا خوا شي مرتال اسمح لي سيجاريت كيش على الله يعفوك كيش على وارا واك واك واه واه جاكوار اف تيب اس في 6 380 ديال الخيل وهادي حديده كتكون عند شي واحد دواق ولكن اش البورناوت البورناوت كيشدك من المصارن كيجرد لك ويمرمدك ويدير لك شقيقه في الراس ويشطب بك الزنقه كيما دار معايا انا عيدة من جهة سمية ما
عديد دول بحر الأبيض المتوسط حول موضوع تأهيل المجتمع المدني كفاعل للحكام والآفاق بالنسبة لجنوب المتوسط. الروبورتاج من لشبونة والتحرير للحسين وزيك. توصية منتدى لشبونة سيتم توجيهها إلى الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية. ما عرفتش واش غادي نتلقاو من بعد مرة أخرى ولا لا. هادشي خاصو يبقى بيناتنا. حتى واحد ما خاصو يعرف بلي تلقينا. متفقين؟ عارفة. تفضلي. قالت لي سمية بلي انت تقراي في كلية الطب. من سنة؟ انت عن بلا شك ما عرفاش قبل ما ندير السياسة كنت طبيب. كتهمكش السياسة؟ ما عنديش تلفازة في الدار. ديال حزبنا في البرلمان والمهمة ديالي أساسا وأننا نفضوا قوانين ونفكروا فيها باش نحميوا المواطنين. أليس للإجهاض السري نفس خطورة حوادث سير مميتة في طرقاتنا وجعله قانونيا يمكن أن ينقذ الكثير من الأزواج والنساء بالخصوص؟ الإجهاض هو ضد القيم ديالنا والمبادئ ديالنا اللي كان أمنوا بها، وما تنساش بأنه كيسبب في حوادث مميتة. أنا غادي نعمل كل ما في وسعي باش نحد الوضع. طيب سيد فريدي آخر سؤال. سمح لي. أزهر لك. أشهر لي فاش. أنت اللي غتولي ميدسان. أزهر لك فهاد الشيء لافورتومون الإجهاض. ما عرفتش. سي كومبليكي. كيف سي كومبليكي؟ خاص يكون عندك راي. سمحي لي. الو؟ وي. صافي داكور انا غنجي. يلا اتوتشيت. الله يخليك. شوف ما سمية. عندك الحق. سمحي لي.
T'as mangé? Je te laisse un tagine de poisson. Non, merci. J'ai pas faim. Tiens. Voilà. Maître Sandali a tout mis là-dedans. Il suffit juste de signer. T'as raison de demander le divorce, Jared. Maintenant que ton père n'est plus là, ça sert à rien de faire semblant. T'es pas heureux avec moi. Tu me regardes pas, tu me touches pas, tu me sens plus. Tu m'as peut-être jamais aimé. Inès. Au fait, ils ont trouvé le saladier que je cherchais. Tla. Tla. Dor. Dor. أوي 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 شنو هذا؟ كتخوني كتخوني في السيكتور ديالي كتحشم بيا طلع وجوه الشرع قالوا لي كتشم المعلم والله ما كنشم هذا أريدك طلع وي 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 بعتي وشريتي اليوم هنشوف اشنو درتي كاع 10 مال بورو 10 صبابط و 15 ماركيز يمكن هادشي قليل راه نشوف هذاك الحكم ديال السيراج سربي 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 ناقصك اشنو راح تسير شي قباق بسبب الطوم السخين وانت اللي سيرج بزاف ايوب عندك تكون كتشم ولا شي حاجه راه السيراج ديالي خطر من السيليسيون داك كنخلطو مع الشحمه ديال المقرب كسني في شام عارف عارف ربيعه كدير خدمه زوينه شد حاول دير راسك احسن من اليوم راني عاطيك احسن شارع في هذه المدينه زعما صافي Thank you.
غزالة تاتيغاس مي دوماج فيها صداع بزاف عايدة الزين د العالم ديالي بيشو نوتخامي عجبو الحال وانا فرحانة بلا تا بخوميغ سورتي داست مزيان فرانشمون حبيبتي جو فيغ دو تو ولكن هي كلمة وحدة مبغيش نعاودها لا ديسكريسيون سورتو مع نوتخامي راكي عارفة الناس ديال السياسة كلهم كيخافوا مع الصحافة ديال اليوم خاصها علي من تكتب مالك جيتيني ماشي تالي عايدة البداية ديما كتكون صعيبة عادي تخافي سي نورمال انتي ماشي فحال الاخرات ما عندكش مع الزواق والبلينك بلينك سامبل وديسكريت هادشي اللي كيعجبني اللي مهم عندي هو بناتي ما يأديهم حد والناس اللي خدامه معاهم انا هي حمايتهم جو ني با كو توا عايدة ومي زامي ناس مهمين ولكن نقيين ما عندهمش مع الصداع ومع السكوندال باغيين غير ان بيتي بو دو كومباني وبزاف ديال الحنان مهم هادي ديالك ما كناخذش لا كوميسيون لا بروميير فوا تهلا يا بيجو سيرورات انزل خليو الصندوق ديالكم تما وغدا مع الثلاثه كلشي هنا ولي تعطل بخمسه ديال الدقائق مغزز بابا ماشي انت هنا بغيتك قالوا لي المعلم شافو كل يوم كتسرك مزيان في البولفار الكبير لا لا مشوش اسمعوا راه نحصل شي قرض خاوي التريتوار ديالو معمر شي تريتوار اخر راه ندقدقو يلا طيروا برد شتي كتشوفها اشتي ربعت الشفارة وصباط نيت حتى انا ما كنبغيش تبيات شتي هو كان في بلاصتك ما غيداتش هاد الخدمة درت انت واسمعني مزيان اش كنقول لك ومرة أخرى ما تكذبش عليا صافي يلا جري عند امك طير اجي هنا راه داك خونا الروندا كيعطي البوفوارات صحه اللي عزازين عليه عزازين عليه ولا لا هادشي ضعيف خد شي شحال انا كندير معاك مزيان ولكن هاد الخطره تجيب لي شي حاجه صحيحه ولا بلاش بلاتي اش كاين اجي انت يا ولد الحرام ربيعه واش بغيتيش تفرك عليك هاد المسامر لا لا ما عجبك حال رجع عند موكا ديالو اش درتي مع السيد لوزي صافي عطاني الكلمه راه انت الاولى في الليستا اش من الليستا ما تقول لي الليستا المولي بيه عرفني عوالي عليك هذيك خدمه خاصه لي ضروري
ما بغاش يبقى وجهي في وجه دوك السحارات، ما كرهش نبدل عليا هاد الزمر حتى هو. واش عمرو ندخوها بك يا ربيعة؟ راكي زعما عزيزة. إلا كنت عزيزة عليك بصح تهلا لي غير في ولدي. صافي عطيتو أحسن بولفار في المدينة، وخا هادشي غادي يخلق لي مشكل مع دوك البراهش. خليه بعيد عليهم، ما بغيتوش يشبه لهم. وسيري قولي نسيتك عاوتاني. هو اللي خاصني. À la santé de notre ami Jed, qui a eu le génie de se débarrasser de la boîte la plus rentable de Casa. شي صحيح ماري دابا. يلا مشات الصباح جاب واحد جوج اوكرانيات من الايروبور. بلان ان كونترا بيدون، ان ابارتمون با لوان دو بيرو، ني سا فام، ني خدامة فاهمين اش واقع. جوست اون كوفرتور بلان. بلان مزيان. مالو هذا؟ جبو تبارلي مينوت. بون بيان سور. T'as attaqué comme ça, ça vient, on rigole. J'ai demandé le divorce à Inès. T'es pas sérieux? Si. Notre mariage était un mariage arrangé, de toute façon. Je croyais que tu voulais te débarrasser de ton entreprise, ça n'avait pas ton mariage. Et Inès, elle en pense quoi? Elle a signé les papiers. Jeanne, ton père, Matt, t'as plus rien à lui prouver. Et puis c'est quoi ce défi à la con, Sahabi, chaque soir? Tu vas finir par te planter, ça t'a pas suffi la cicatrice? Anna, je sais que c'est fou de tout vendre d'un coup comme ça. Mais bon, t'es plus courageux de nous tous. Tu vois, finalement, qu'on est derrière. Mais bon, pourquoi pas? Tu vas investir dans tes propres projets, des projets plus excitants, tu vois? Allez, viens, on boit un verre. Non, ça va, merci. Je vais y aller. جمعتنا زينة. Il a dit qu'on allait garantir le tableau. Bon, tu sais quoi, envoie-moi son adresse, je vais y aller. Non, non, c'est bon, je vais y aller. Ça fait 3 ans qu'on prépare cette expo, j'y vais. C'est bon. Sali, ça fait 3 ans que je cherche ce tableau.
une semaine. Comment ça, une semaine? On parlera d'art. Vous me parlerez de votre travail. On mangera ensemble. Vous me tiendrez compagnie. Je veux que vous vous comportiez avec moi comme si nous étions mari et femme. Et vous n'avez absolument rien à craindre. La maladie m'a rendu impuissant. J'avoue que l'envie est là. Mais ça ne sert plus à grand-chose. Je ne veux surtout pas de votre pitié. Ni de vous, ni de personne d'ailleurs. Saladi disait, les choses sans perspective ne m'intéressent pas. J'ai quelque chose que vous voulez, vous avez quelque chose que je veux. البارح وعدني قال لي ما غاديش يبقى يشرب وحنا غادي نشوف راك تعرفي الوعود ديال السكيريه البارح جاب لي كيلو ديال الرمان ايوا تحكي عندي نجات شكرا على هاد الامانه خليه عندك لباقا محتاجها مشيشه ملات شويه راه منساني ايوا مزيان تاكلي معايا من بعد خليني نمشي نشوف خويا راه كيتسناوني ولي نسالي نتلاقى صافي يلا دكتورة شكرا خاصك تعاونيني خاصك تعاونيني راه بابا غادي يقتلني تهدني شنو واقع عاونيني عافاك راه والديا ما عمرو ما غادي يسمحوا ليا واخا بشويه عليك قولي شنو واقع خاصك تعاونيني خاصني نحيدو بابا العرف غادي يحماق خاصني نحيدو حاملة شوفي القضية ما سالاش والديك ضروري خصهم يعرف موت ولا نعذب والديا واش كتفهمي واخا صافي 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 تكلمي بونجور جد بونجور مير فوالا كل شيء هناك كما اتفقنا سي جد اش وقع ما وقع والو مادخ جو جوست اتر ليبر سي تو ولهالدرجة بقي حقد على المرحوم المرحوم كوم وديت كان لان دي بلو غرون انتربرونور peut-être même le meilleur entrepreneur du pays. Mais il y a un mauvais père et un mauvais mari. Et c'est ce que tu sais mieux que moi. Baki jamais avec ton mobilette. Tu sais que tu as fait quelque chose de et préserver l'entreprise familiale. إيناس شو دن بها فهادشي اون فوا غيتسناو الوراق غنجيبهم للكابيني عندك داكوغ ماتر شكون هي هادي وعدتيني بلي ما غتقول لها حتى شي واحد اللي جيبها معاك محتاجه ليها راه فرملي عندها ليكسبيريونس وغادا تساعدني فاش غنساعدك انا ما فاهمه والو سيدي
قلت انا لحيت عليا من هنا. يلا يوسف خلي انا لعيت له. يلا سير شوف وسير براسك باش ما تطلي هنا. مالك كاين شي مشكل؟ باين صباطك غالي الصو. ويلا كان غالي شنو المشكل؟ وما قدرتش نسياك صباطك. علاش؟ حيت غالي. ويلا كان غالي غالي ولا ما غاليش انت غتخلص الخدمه ديالك. لا دفعت لي من داك السرباي ما بغيتش نشكر فيك على صباطك. الباترون ديالي عطيني سيرج مخلط بشي حمر البقر. سميت ايوب شد ها لا شكرا. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais avec cette circulation, c'est un vrai cauchemar. Inès, qu'est-ce que tu fous ici? J'avais besoin d'un café. Tu as besoin d'un café, là. Cheikha Wassidi. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as réussi à le convaincre? Il veut que je passe la semaine chez lui en échange du tableau. Quoi? Bah t'es pas sérieuse. Si. Il veut que je passe la semaine à jouer à sa femme. Mais c'est quoi ce pervers de malade là? C'était pour te faire marcher, c'est pas possible. Ce pervers de malade a la plus belle toile de Saladi chez lui et ne veut rien entendre. Et alors? On va quand même pas fermer nos gueules, non? Ce con là, il doit être remis à sa place, non? T'es pas d'accord? Bon, écoute. On va prendre Omar avec nous et on va aller le voir ce malade. Hein? Ok? Et on va y aller toutes les deux. T'en as parlé à Jade? Non. Y a plus Jade. C'est fini. J'ai signé les papiers de divorce. Je suis vraiment désolée, ma chérie. صربي راسك على فكرة راني زربانة. بونجور جيتيني مشيت عليه في التليفون اش واقعته؟ واحد البنت جات عند السبيطار اليوم كانت تلمو خايفه والديها يعرفوا بانها حامله بغات تقتل راسها. عادي كتوقع ومن بعد ما غاديش نمشي نشوف مسيوفا نوت خامي ديال الليل كنت كنظن تحمل اي حاجه ولكن فهمت بانني ما نقدرش. واخا شنو غادي ديري؟ ما عرفتش. لا حبيبه ديالي خصك تعرفي شنو غادي ديري. شنو غادي ديري يا عايده؟ غترجعي ليه؟ ما يلا يخليك ما بغيتش نهضر في داك الموضوع. باردون لو غران بروفيسور محمد امين لان دي نورولوج لي بلو كوني في المغرب وما هي تزعط ليا غير في لابيتيت عايده. يلا كي حطها الكارت شنو عند بالك؟ هاي سوس مرتو جديد؟ ها؟
كذب عليك بجوج كلمات وقال لك جو سي اون انستان دو ديفورس كنعس في الكنابي ياك نتوما راكم دايرين بحال هكا مالكم اللي يجي يكذب عليكم بجوج كلمات وتسيقوه مالك فيقي شويه من القلبه فيقي جينا نتبعوكم نتوما راه نص ديال رجال المغرب ناعسين في الكنابي اون انستان دو ديفورس اصلا اش كديري عندو كاع كتجلسي حداه كطبطبي عليه كيخوي عليك مزيوده كتعشاي كتاخدي فلوس وكتمشي حتى هذه جاتك صعيبه عايده مسيو فريدي كليان تريز امبورطون ليا لينا حنا بجوج ما يمكنليش نخوي بيه وما يمكنلكش انتي تخوي بيه دوك هتمشي عندو طبطبي عليه تلقى لك حاجة أخرى تيان جو تي ابورتي ان بتي تخيك حلية كلشي عارف الروم اللي طايح مع هذيك الباقه ديال امك خلي عينيك امنك لا منه مالك انت دير فراسك سرنا الفرش عينك يلا زيد زيد فرشخني يلا يلا زيد مالو هذا صافي خليني نشوف كملي ما ديرش فيها بطال خليني نشوف انا طبيبه صافي تقبلني وخليني نشوف كتعرف هاد الحمار هذا كتعرفو فين ساكن لا ما كنعرفوش كتفلى عليا الا بغيتي البلاصه السيرش ديالك وفلوسك سيرجي بياساكي عندك الفلوس سيرجي بياساكي يلا وسير زيد انا رفقي لامك هايش غضحك عليا مالك اصحابي وليتي منه فهاد الايام شنو هو؟ أنا سقي دابا ولا ردي سلعتي؟ ما عرفتش مالك كتعفر عليا وأنا ديما ضريف معاك. شوف عمو إبراهيم أش غنضحك عليه؟ ها شوف عباتك ديما كتفكر فيك. خذها ديال الحيط. ها سيدي ها. انت كتهز عليا التورنيميس ما كاينش اللي عطيتك مني داك بروش الاخر واش عارف بين غتفك معاك ولا انا كسبت انت رزقين تاع ما كاينش اللي عطيتك مني عرفتي الرزق ديال عمو ابراهيم تاع ملكي ما كاينش اللي عطيتك واش فهمتي هذاك الصالوك اي 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 يلا مشيو موت يلا مشيو موت يلا مشيو موت السعب يلا مشيو شحال غادي تعطيك هذيك الساطه الا رجعتي لها الصف ديالي وشد شوف راه تقول شي كلمه عليا انا وابراهيم حيد القرجوطه ديالك شتي انا كنت بلاصتك
لحد راس اللي لقى عندي الروندا العاقل شفرشي على ابراهيم غادي يصحاب بلاصه دغيا شفرشي عليه. ديما كنشوفك كتحنزص في هذيك الرجل ديال الميكا اللي كاينه في البولفار. نقدر نعاونك باش تاخذها. هذاك العكاز ديال مك العوج كاع ما بقاش هاد فراسه. دابا انت علاش كتهضر؟ البير ديال عمر بلانسال. واش بغيتي تشري المك هذيك الرجل ولا لا؟ ماك ما عجبكش الحال؟ شي داك خونا كيلعب غولف داك هو الباترون كحالة العاقة كل نهار كيجمع الحصيصة كاع ما كيديها البنك شي دوك خناشي ديال العاقة كل نهار طبوز كيحطهم في داك الكون كل وحدة كتهز 40 عنده 3 دقايق كيمشي يلعب الغولف كيرجع البلاصة عاد نقصو نضربو داكشي ونطيح ودوك الهيشات اللي معاه ما تضعقش منهم صاحبي راه كاع ما كيعض غاديرو ما ديكور منين ما كيعضوش علاش ما درتهاش بوحدك؟ خصنا نكونوا جوج، واحد يحدي السربايه وواحد يضرب الخناشي. شي انت مفروح. نسيتي شنو مكتوب في الاشار ديال بروتيز؟ 7500 درهم العام. نساني. أيوب شكرا
réponds plus à mes appels. Tiens, ma chérie. Merci. Allez, Inès. Les gens viendront, fais-moi confiance. Ouais, nos amis, nos copines, nos connaissances, nos partenaires. Mais personne ne va se poser la question. Pour eux, ce sera juste un peintre comme les autres, devenu célèbre après sa mort. Ouais? Et alors quoi? On va pas se prostituer pour avoir cette toile, non? J'ai plus envie de faire les choses à moitié. J'ai plus envie de me mentir. Ma chérie, tu sais que tu peux habiter chez moi le temps que tu trouves un appart. Merci. Et regarde ce que j'ai trouvé. Tu crois qu'un mec comme lui peut aimer? Bien sûr, Sophia, c'est pas un sociopathe non plus. Bon, attends, il y en a bien plus qu'on croit. Salut. Bonsoir. Comment tu vas? Toi? Ça va. Arrive avec. Ça va, Jérémy? Ça va, Jérémy? Salut. فين غبرتي علينا؟ اتبعت هنا اليوم؟ سياسة الشعب باغي ياكل الماكلة. كي دايره مراتك؟ اش خبر مراتك؟ غاشي مازال يسد على عصا اللي مبسطني هو بنتي. لقاو الحشيش في حوايجها فسولتها اللي ماشي انا صحابتها اللي حطوا لها في الصاك. انا كنعرف بنتي ما تكذبش عليا اوغوزمو ما ما شافت والو. صاحبي حل واحد البوتيك ديال الشوكولات وهدا ليا الصنادقة. لا شكرا. انتي كلشي مزيان؟ مزيان من غير واحد السيرو سرق ليا ساكي وواحد لافورتومون فورسي كلشي داز عادي. افورتومون فورسي واحد البنت صغيرة حملات وما بغاتوش. كيفاش؟ اغتصبها؟ يتزوجوا وتسنى القضية. لا سي فريدي ما اغتصبها حتى شي واحد ما بغاتش تتزوج ويكون عندها دري بلا زواج في هاد البلاد. كيفاش بغيتيها تصبر لديك جهنم اللي عاد تعيش فيها كل نهار؟ إلا ما انطحراتش ولا سمحت فيه بشي طارو الزبل جرنالات عمري بهاد الشي. كنا كنربيو بنياتنا على الاخلاق ويحترموا راسهم ويبعدوا على العلاقات الجنسيه قبل الزواج كنت حاجه من هادشي ما توقع. الحماق ديال الشباب يمكن يقول اي واحد. انت لقيت الحشيش عند بنتك؟ لا 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 غلطه بنتي. لا هادوك صحباتها. واخا سيدي المشكل ديما عند الاخرين. قلت لك بنتي لا. اه غير حنا الاخرات اللي ما مزيانين. كتقنع راسك بنتي؟ لا لعب فيها موراليزاتور ضحية ليكول السياسي المعقل اللي ما عندوش مشكل باش يخلص وحدة بحالي. مسيو ما محتاجش يشري الشكلاط عطيه ليه فابور. مسيو ما محتاجش يمشي لوطيل عندو ابارتمون سيكري عطيه ليه شي سياسي اخر صاحبو. انا من ديال هادوك اللي كيسدو على عيالتهم في الدار وكيخرجوا يلعبوا الرجال ديال بصح كيعطيو الطروس وغير كيتشكاو وكيسحب ليهم الشرف كاين خير على بناتهم. كيف
الشرف كتضيع الشرف ديا كتضيع الشرف ما تزبديش الشرف ديال بنتي واو النهار مقمع هذا طلع صك ينصر الصك اللي شاف امك البارح خاونو في البولفار وهربان جبد انا رقع مش حركش من السيكشور ديالي خدمت مزيان وجبت لك العاقه موس خدم وجاب للروندر فلوس يا سلام يا دوك اللي شافوك وقالوها ليا كذبوا عليا انا قرض دابا طلع صك راه ما عنديش طلع صك راه ما عنديش طلع صك قلت لك ما عنديش في هذه المره نحصلك كتسركل هنا في هذا البولفار انا اللي غادي نبقى عند الحناش كتسمع يلا طلع ايو دابا سمعني دابا وليتي كتخدم مزيان طلع يلا أربعة سير وراء القمرة مضوية والعمر قصير زل اللي وصل هو الأول اللي ما غنعطيه 20 درهم وغتكون هذه أول ليلة في حياتكم المزلوطة اللي غتعموا بالليل يلا أتبع بغيت غير نعرف اش كيعجب أمك في هذا المكلخ ديال الراوند علاش انت ما كتعومش معاها مي محرم عليه البحر وعلاش حيت بغرق فيه كان غادي حرق الزباليون وداه هو اللي كيدير الشحنه في القرف السيراج كون كانت عنده طوموبيل وصبط بحال ديالك كون راه ميغش بدا هو عنده الرجل كيعرف يشطح
علاش كتصوب بالزربه؟ بغيت نجي من الدار لهنا في قل من 3 دقائق. علاش؟ انا فاش كنت صغير كنت باغي نسوق بالزربه لي فواتور دو كورس بحال ايرطونسير، ولكن الوالد ديالي ما بغاش، بغاني نكون بحالو نجري لي لونتربريز فاميليال. وهاد السيكاتريس اللي هنايا حرقت في غوش. وباقي كاع ما كتخاف للصاد؟ كنخاف كل مره كنطلع في الطوموبيل كنخاف. نتوما الناس لاباس عليكم بشي شكل، ما كتعرفوا تشطحوا وما عندكم لا ريت، ما عمركم كيعجبكم الحال. سنة حلوة يا وردة، صحيبي خوك ناشط وك وك وهو مشاهد الليلة، رانا عند عيد الميلاد ديال حبي وردة. شكون هو هاد الراجل؟ ياك ما توا فيه البورنا. سنة حلوة يا وردة، يلا يلا نضربوا شي دويا. طوموبيلتك وانت اللي سايق؟ واش انت مسطي؟ لا لا انا ما بغيتش نموت الصاد. Message, je vous rappelle dès que possible. Merci. Bonsoir Jade. Je voulais te dire que j'allais être chez Sophia. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Voilà, j'espère que tout va bien pour toi. فريدة، انت اش هادشي داخل عندنا للدرب وحدي دخلتي عاد عكيلي ميني؟ عكيلي ميني بحال شي عجب الخوز ديالنا. يا فريدة اش ما صبرين كي يطلع لي عكيلي 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 ميني عكيلي ميني عكيلي ميني عكيلي ميني عكيلي ميني عكيلي ميني. شكون داك عكيلي ميني؟ وزك حديدة؟ اجي انت؟ ما عملتش صورتي تهز الدري ديالي في طوموبيلتك بلا خباري.
بغيت نشكرو ما خسر لياش صباطي بديك السيراج ديالي. شحال كتلصق لهاد النحيله ديالك في الطريق؟ 240 260. يا سلام. كدير جانا خد زين مك زوين ازاش معايا في ذاك البلان اين بلان ديال البيار لا ما غاديش معاك شوف انا ربي كل بلا بيك غنمشي نضرب هذاك البيار باش نطار من هنا انت خلي امك بهذاك العكاز عوج وغيره وسير ترى بعد عندك امك اللي كتسناك مربوطي كنت عارفه بلي انت ماشي فحال هاي كنت عارفه السمينه ديالي نوتر امي ما باقي باغي يشوف اي واحد من غيرك انت وغير انت ما عرفتك شنو درتي ليه سالو جو تري فيير دو توي ايضا مالك عييت سي نورمال تعيا حبيبتي من السبيطار للدار وخاشي راسك دوك الكتوبه والقرايه القرايه سي نورمال ما تعيا اجي جلسي اجي اجي جاتش خاصك تديها شويه في راسك عرفتي شنو عندك شي مون كوافير ايسي دو رافريشي هاد لا بتيت تيت واخا دبستي مع شي حد تعدى عليك شي حد لا تا شي واحد انا اللي تديت على راسي انا اللي جبت راسي هادشي كامل اش كتقول لي عايده ما بقى لك والو والو تاخدي الدبلوم ديالك والو تخرجي مع ضربات الحيوط تكون عندك كاع الطوموبيل ما بغيتش نوليك بحالك ما بغيتش نوليك بحالك ما بغيتش نوليك بحالك خرجي ليا سمية خرجي ليا ما بقيتش بغيت نشوفك خرجي ليا وخرجي ليا بيتي مني بيتي مني بيتي مني عييت 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 عيدة الوليدة ملي كنكون خدام في البولفار كنشوف واحد البوتيكا في واحد الرجل ديال الميكا للبيع ورجل الميكا ولدي ديالنا حنا راه غالية علينا هادي ايناس مرتي عندك هاد القوقه كلها وجايبالك معنا حنا وكون انا بحالك راني مع النقه بيدي بجوج ايوب نوض قاد شغلك
كي جيتك. Monsieur Razali? Monsieur Razali? Tout va bien, la porte était ouverte. Ils m'ont retiré ma batterie. Mon petit plaisir, ils me l'ont retiré, quoi. J'ai tous viré, la grosse et lui. Ok, mes muscles se fatiguent de plus en plus, et alors? Je fais ce que je veux de mon corps, non? C'est quand même moi qui les paye, ces gens! Je vais vraiment y tenir à ce tableau. Je sais que vous êtes ici. Non. Votre chambre, deuxième étage, première à droite. Ça va, monsieur? Ça va, ça va. Ça va, j'ai pas ramassé mes baguettes tout seul encore. J'ai pas besoin de mon petit. سير الصباط ولا كتمشط ليه؟ اسمح لي يا سيدي. سير سير مزيان ولا سير بحال؟ صافي يا سيدي واخا. كيفاش سير بحال؟ السيد تيسير لك الصباط ماكش بغيتي. شكون انت سيدي؟ شكون انت سيدي؟ شكون دوا معاك؟ شكون دوا معاك الله يخليك؟ صافي يا سيدي اسمح لي. شكون دوا معاك انت سيدي؟ شكون دوا معاك؟ سير انت بحالك. شكون دوا معاك سيدي؟ شكون دوا معاك؟ كل خط الصاط هذا البولفار ديالي وانت راك دير لي المشاكل وانا راه خاصني نخدم ولندر ما يعقلش عليا في الاخر ديال النهار. هاك ديالك هاك ما ديهاش فيه. بعد مني انت غير تابعني راه الطرب ديال الخبز ديالي راه خاف عليا راه ماشي كلشي عنده الفلوس باش يشري حديده كتسوق حتى من داكشي اللي عند الثوران في حياتي كامله.
باينه الوالده ديال بزاطات فداك خونا كيليميني راهم داغي يخرجوا ليه الكرون. اش كيدير عاوتاني هاد كيليميني هنا؟ قال لك جاي عرض عندنا غيستورة. Monsieur Belmalek, bonsoir. Quel plaisir de vous revoir. Madame, monsieur, jeunes gens, bonsoir. Bienvenue au Shore. Ce soir, pour les suggestions, en entrée, nous partirons sur un petit tartare de thon rouge, kiwi, mangue, algue wakame, gingembre frais et framboise, servi avec une petite salade de roquette et des tomates confites. Ce soir, nous aurons aussi des petites cèpes différentes, sautées à beurre persil légèrement crémées, servies avec un œuf poché, du jus de veau et du piment d'Espelette. En plat principal ce soir, en viande, nous partirons sur un filet de bœuf au girole, servi avec un écrasé de pommes de terre à l'huile de truffe et une petite salade. Ce soir, en poisson, Saint-Jacques, topinambour et petits artichauts en barrique, servis avec des rouges et du poivre rouge et des petits poireaux frits. Le thon est à l'honneur ce soir avec le tataki de thon rouge grillé à l'unilatéral, servi avec un petit wok de légumes et une vinaigrette au soja doux et au wasabi. Pour les desserts ce soir, nous aurons un fondant caramel servi avec un petit sorbet framboise ou sinon une île flottante, crème anglaise et chocolat. Bienvenue au Shore. C'est joli. Bonsoir Jeanne, je te présente Tahar Azali, le propriétaire du Saladier. Bonsoir monsieur. Je peux te parler deux secondes? Pardon. Tu vas bien? Ouais, je vais très bien, merci. Je vois que tu t'es fait des nouveaux amis. Tu habites toujours chez Sophia? Non, j'habite chez lui. Comment ça, tu habites chez lui? Les assurances, les chèques, les garanties, ça l'intéresse pas. Et qu'est-ce qui l'intéresse alors? Non mais dis-moi, Jade, depuis quand tu t'intéresses à ma vie, à moi, ou à ce que je fais? Va rejoindre tes amis. Bon appétit. Pardon. Ça va? Ouais. Ça vous excite une femme mariée? Mais arrête, Jade! Mais ça va pas! Tu vois pas qu'il respire pas? Jade, arrête! Lance-le! Tu vois pas qu'il respire pas? Mais arrête, Jade! Arrête, ça va pas! Tu vois pas qu'il respire pas? Jade, arrête! Ça va aller. Ça va aller. Regarde-moi. Regarde-moi, Tara. Regarde-moi. Yalla, Drer, yalla. Yalla! Ça va aller, ça va aller. Respire, respire.
كديري ولد؟ اش كدير دينم؟ ريح ريح بدك ريح 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 اش كدير هنا؟ بس كنت بحر شنو هو؟ كنت بحر شمكار وكتبحر شمكار وكيتبحر انا ماشي شمكار جيت تخنز لينا بحال حبوا الصونه ديال البول وليتي كتسوق بحال شي حمق كتسيري الصبابط في الشارع دلع مع الشنكره كتعوم معاهم في البحر بالليل صرمالا كانوا غادي يقتلوك على ود خاتم ديال الزواج ما عرفتك انت فين باغي توصل بهذا الشيء جد جمع راسك تيان هذا الشيء راه لقاو في الجيب ديال الفيسه ديالك باقي ما سنيتيش عرفنا طلع يلا معايا نبيك نوصلك لا شكرا بغيت نبقى بوحدي شويه ميرسي ليك نجات شنو واقع جراو عليا حيت عاونتك من بعد 15 عام ديال الخدمه والسيرفيس سمحي لي يا حبيبه ما ديري في راسك والو انت ديما غتبقي صاحبتي Ça va? Il est à toi. Comment ça? Tu en fais ce que tu veux, mais tu pars maintenant, s'il te plaît, Inès. Écoute, c'est pour hier soir, je m'en excuse. Je pensais vraiment que tu apprécierais la compagnie de quelqu'un à tes côtés. J'ai besoin de personne ici. Tu prends le tableau et tu remets plus jamais les pieds ici. S'il te plaît, Tara. Va-t'en. Je peux quand même t'inviter au vernissage. Dégage. Monsieur Razali. Casse-toi. خالد طلعي عايشة معروف طلعي سعيدة مجاهد طلعي فتيحة الريادي طلعي انتصار اي ترقية طلعي اخسي حليمة الحباب كيناش يلا اجمع راسك شوية فريدة الفيدي فضيلة الفيدي طلعوا زوبيدة بوفوس كيناش نعيمة العبادي طلعي فرضية بن دويش طلعي يا لالا الشريف الله يرحم لك الوالدين المعود قلب فكريني في السمية ربيع العطار ربيع 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 اسمحي لي يا لالا ما كيناش هاد السميات غتكون الله يرحم لك الوالدين ما قلب مزيان لا لا هاد الخدمه راه كتقول وقوف النهار كامل واخا تشوفني بلا رجل والله العظيم حتى نخدم احسن من اي وحده فيهم راه صحيحه والله العظيم تعطيني يا لالا خليني نمشي نخدم طبيب الله يرحم لك الوالدين ما يرحم لك الوالدين ما عليكش الله يرحم لك الوالدين
واخا تشوف ما عندي رجل والله تا كنخدم مزيان. ايوب قول لي امي صحيحه وكتقدر تخدم، قول لي ولدي والرنده وهضر معايا قلت لي كاينه الخدمه. عباس نعم اخويا في الكلمه اللي عطيتيني اخويا راه الغالب الله السيده ما كايناش في ليست يا قلت لي غتخدم السيده معوقه انت اللي معوقه دايماً يا حجر من وقتها كتعرق بغير بغيتي تشك مني بروس اخر الشخصية الرمزية لحزب النهضة والمساواة تنصب وزيرا للصحة في بلادنا هذا الصباح، وتستمر المسيرة السياسية لرجل اتخذ قضية منع الإجهاض أحد أهم معاركه السياسية، الشيء الذي أثار غضب واستنكار العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية في ربوع الوطن. ما كتباتش عليه سمية تي فريمون بيل. تلقفت الحياة بفضاء العالي بصحة سيدي مذهب بعد حادث أمس. عدنا مرة أخرى للموقع لنستوضح الأمور للمسؤول الأسفي. الجواب كان أن لجنة مختلطة اجتمعت في الثاني من أغسطس الماضي ومنحت الترخيص لصاحب المعلم بناء على استيفاء جميع الشروط من التأمين وشرائط السلامة والسجل التجاري. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé à côté, j'ai vu ta voiture.
البنات من كامش كل بس كامش كل بخير. سأخذ لهم غندر فلوق على غفلة فلوق. هم دراري اللي كشتوا مصايمين لا يدوس سيامكم. أنا كنت شفطر شو بس عش فطار. هم براك رمضان وخديم كان نقول عليك. سأخذ شنو هاد فلوق والفلوق تاني غمشوا فترة في البحر مرة. أفطرش على غفلة وفات الحال دابا. ما غنزرب دابا وغنشط رام ديرك لعندي. أخوش ما عرفش كيفاش غيدوس الفطار وكيف متأكد غيدوس زوين إن شاء الله. واش كل خرجة زوين إن شاء الله وشي فلوق يعجبكم. أخوش الفلوق باش نوصل الماكسيموم لي لايك نفرقعوا بلي لايك الدراري. أي واحد كشف هاد الفيديو يهول تاش يفرقع ديك لايك. بكش أول مرة كتشوفني تهول تاش تفرقع ديك أبونيك. ما تنساش دير زراس حد زراس واللي ما كتبش ديال زراس هو دابا داير ما دري حاجه واحد رفعت لي دابا غير نبدل حوايجي باش نمشي عند دارك تسناوني وائله. المهم غنشد الطرام ديريكت لعندي انا فطر في البحر ان شاء الله فطور زوين. صافي نتمنى كلشي يدوز بخير نتمنى نتوما تكونوا بخير. وانا نقول لكم بيس اند لاف ديروا لايك بارطاج مع صحابكم تابوناو فيس الدراري. واش الدراري حنا يلاه وصلنا والطرام شكل البرش ولا لابس انايا والله شي غدر من البرد اليوم هانتوما الدنيا عامره شحال واحد بغى يفطر. ايوا مزيان صح الله يحفظك خويا كنحشم كنحشم انا واخا وصلنا معطلين ولكن الفلوق يدوز بعد ان شاء الله. ومدري حنا وصلنا دابا وخا وصلنا معطلين شويه ما يبقاش غير الوقت بزاف في الفلوق فهمتي. هو بحر عامر بزاف دبل البلباله ما بقاش ايوا ايوا ما يفتح المره ما تقعدش 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 ما